الفوز الكبير ملعب أول نوفمبر. زعما صراحه نظن بلي كنا عارفين بمقابله تكون صعيبه. نظن نتمنى لشباب القبائل مستقبل مليح صراحه. صراحه لا اسمح لي نعطيكم قفزه قويه ان شاء الله هذه الثلاث نقاط هذه 23 نقطه غادي نشوفوا المستقبل باريحيه. كيفاش لقيت اليوم المنافس تاعك شباب القبائل؟ نظن بلي راه تحت صدمه مش بصرام كيكبار نقول لك بلي تقدروا تبدلوا الاهداف تاعكم الان دوك؟ لا خصني 37 هذا ما قال.